سؤال: هل عمر الإنسان محدود أم لا؟ هل الله يحدد ساعة موت الإنسان من بداية ولادته؟ عمر الإنسان معروف عند ربنا، وربنا طبعا حدد ساعة موت الإنسان. ولكن طبعا هناك عوامل بتتدخل في موت الإنسان، جايز من جهة الآخرين، حادثة من الحوادث، جايز من جهته هو، لكن ربنا يعرف كل حاجة بالتدقيق.